اختتمت فعاليات الورشة التدريبية من قبل النظام الوطني للمحاسبين لصالح العاملين في مجال المحاسبة لمختلف الشركات العاملة في البلاد. أحمد خميس والتفاصيل. إن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها، هذا ما أثبته أبناء قبيلة بوم المتواجدة بكل من تشاد، إفريقيا الوسطى والكاميرون، وذلك بانسجامها في المهرجان الخامس الذي شهدته ساحة الراحل تانينو مانو. إنجيني لولا متحدثة باسم جمعية تشاد مونديلام قالت إن إحياء هذا المهرجان دليل واضح على الثقافة المشتركة بين أبناء قبيلة مبوم الإفريقية وتدعيم روح المحبة والتآخي بين الدول التي يقطنها أبناء هذه القبيلة. كما قدمت مسرحية تراثية جسدت أهمية هذا اليوم الإقليمي لثقافة مبوم، وسيستمر المهرجان حتى 11 من هذا الشهر بساحة الراحل تانينو مانو بحي مرسال بالدائرة السادسة لبلدية جمنا. كان هذا تقرير زميل سعيد أحمد، وانطلاق فعاليات المهرجان الدولي لأبناء قبيلة بوم بحضور عدد كبير من الفرق الثقافية. وبالعودة إلى التقرير السابق، حيث اختتمت فعاليات الورشة التدريبية من قبل النظام الوطني للمحاسبين لصالح العاملين في مجال المحاسبة لمختلف الشركات العاملة بالبلاد. أحمد خميس. بعد 3 أيام من عمر الدورة، تباحث المشاركون العديد من القوانين التي تهم العاملين في مجال قوانين المحاسبة في فضاء السيماك. شهد حفل الختام كلمة واحدة، ألا وهي كلمة النائب الأول للنظام الوطني للمحاسبة، الذي أشاد بخلاصة أعمال المشاركين وطلب منهم إنزال المعلومات التي تلقوها على أرض الواقع. في منظمة هنا الأوردر لازم يعني نساعد الشركات لتدربوا عمالهم، خاصة الكوادر الكبار والكوادر المحاسبين للفترة ده، يعني الحساب ده يبقى زي ما القانون يوري، والقانون هو جاب تأخير كثير في الدروال الأول قاعد، والشانجما كونتابل ده يعني لازم لنا نشوفوا مع الشركات الموجودة في تشاد إن عرفوا كيف التغيير ده يقع في شيء منظم، يعني ما نخلو أي واحد يسيد تغيير الكونتابل ده وبيجيب مشاكل آخر للشركات. كما أعرب أحد المشاركين في الدورة عن انطباعه. علمنا حاجة كثير، والحسابات كلها كانوا يكونوا عادلين في النهاية، ويبدأ في يوم واحد يناير 2008. هم كل خيروا كثير، خيروا حاجات وادين مرقوم وادين كمان دخلهم في الكونت. للتذكير، فقد ضمت الورشة التدريبية مشاركين قدموا من 18 شركة محلية.